يا اهلا وحضراتكم، يشرفني وينورني في هذه الفقره الاساتذه الافاضل اعزاء جدا استاذ رامي رجب والاستاذ بلال السيسي. كثير من الموضوعات المهمه جدا تحديدا في اتحاد الكوره وتحديدا في النادي الاهلي بخصوص المديرين الفنيين الجدد سواء لمنتخب مصر او النادي الاهلي. استاذ رامي مشرف ومنور كالعاده. انا سعيد ان اكون موجود معاك يا استاذ كريم ومع اخويا وصديقي بلال السيسي. اهلا بيك استاذ بلال، مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجدك معايا المره. اهلا بيك يا استاذ كريم واهلا بكل مشاهدي ومتابعي رقم واحد في كل مكان. يعني مبسوط ان انا موجود معاك، وطبعا مش هزايد على اخويا رامي، انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك. يعني تشرف وتنور حبيبي. عملت انت واحده عظيمه دبل كيك من كام يوم معانا هنا في البرنامج بتاع كارلوس كيروش والمشكله والازمه واللي حصل. الحمد لله. فكر الناس بيها وتعالى قول لي ايه اخر الابديت فيها. يعني خلاص هو الامور يعني زي ما قلت لك كده يا استاذ كريم، يمكن كان في موضوع ما كانش الناس واخده بالها منه جدا الفتره الاخيره. كان في ازمه كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك مع بالنسبه كيروش واتحاد الكوره بسبب المساحات الماليه، ويمكن الراجل تواصل اكتر من معره مع مسؤول الاتحاد، ولكن هو في الوقت اللي كان كل الناس بتقول ان كارلوس كيروش خلاص بقى قريب من منتخب مصر، هو كان الخيار الاول بالنسبه لاتحاد الكره صح فعلا. فانت ساعتها قلت لي عنده ازمه من ازمه ماليه بتهدد ان هو يكون موجود، وبالفعل يمكن بعد الحلقه بعدها بيومين او ثلاثه فالامور فعلا زي ما اتكلمت مع حضرتك، ففعلا هو فعلا كان عنده ازمه، وبالتالي خلاص الامور يعني كانت رايحه راحت لطريق مسدود مع اتحاد الكوره، وبالتالي اتحاد الكوره صرف النظر. طب هي خلصت لحد هنا؟ لا خلاص هو الراجل هيشتكي خلاص هيشتكي. زي ما قلت لحضرتك وقتها برضو هيشتكي الاتحاد الدولي. خلاص هو حس خلاص الامور يمكن بعد طبعا ما تواصل مع عدد كبير من الصحفيين وهاجم فيها مسؤول اتحاد الكره، اللي خلاص يعني حتى لو كان في ممكن الامور توصل لمرحله وديه كده ان هم يصرف فلوسه او مساحاته القديمه، خلاص الموضوع خلاص. مساحاته اللي فاضله قد ايه؟ هو هم بعتوا له 23000 جنيه. يعني مساحات هو 23000 جنيه ولا دولار؟ 23000 اعتقد بعد دولار مش جنيه بعد الخصومات تقريبا. دولار عشان حضرتك قلت جنيه بس. اعتقد مش يعني انا هو 23000 لا اعتقد 23000 جنيه بعد الخصومات. لا مش جنيه اكيد دولار. 23000 جنيه اعتقد. لا يعني اكيد مش هيبعتوا له 1000 دولار. لا هم بعد الخصومات هم مش عارف تقريبا لا 23000 او 23000 دولار حاجه. لا دولار كده. لا اكيد يا فندم. فخلينا هم خصموا عليه حوالي 25000 دولار كمان. اللي هي بتاعت الغرامه. هي دي الازمه. هي دي اللي كانت هي دي الخناقه. لا هو كان في ازمات ثانيه، كان في مساحات ثانيه. ما كانش عاوزين يبعتها له، بس انا اللي انا فاكره هم 23 هم اللي بعتوهم له حوالي ما يقرب من 1300 يورو. يا نهار ابيض. ده انا فاكر اصلا. انا لا ده استنى بس، ده كده بتقول لي بتصدمني كده. فيها كلام تاني. ايوه يعني كلام تاني. شويه واتساب كمان. انا 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 ما اقصدش اغلطك، بس على قد ما انا بسكت يعني. انا اسف، انا لو بعت للمدير الفني بتاعي 1000 وكام 1300 دولار يورو. 1300 يورو هو ده المساحات بعد الخصومات اللي اتعملت. طبعا هو كان في خصومات من العقوبة اللي فرضت عليه عدم حضور المؤتمر الصحفي، كان في عقوبة عليه برضو من جانب الاتحاد الافريقي في مباراة الكاميرون اعتقد. بعتناهم ليه؟ ف بقول لحضرتك على حاجة كده هيشتكينا. ده الأزمة كمان ان اتحاد الكورة بتواصل مع حد قال لي ده لو كمان يعني هاجم اتحاد الكورة قبل ما يبعتوا الفلوس دي ما كانش هيبعتوها كمان. دي مفاجأة بالنسبة لي. فالامور صعبة جدا. حاجات كده عارف التفاصيل اللي هي الايه الشيك يعني. هو طبعا كل حاجه قانونيه واداريه لازم تمشي بشكل سليم، بس اكيد انت عندك حلول وعندك حكايات تقدر تعملها قانونيه طبعا وتخلص الامور دي بشكل محترم. لا هو الراجل يعني حتى الازمه اما قعدوا معاه زي ما قلت لك قبل كده يا استاذ كريم بعد مباراه السنغال، بعد ما خرجنا وعدم وصلنا لكاس العالم، قعدوا معاه واتكلموا معاه، فالراجل زعل من الطريقه التعامل معاه برضو. يعني هو زعل، وكان سبب رئيسي ان هو ما يجددش التعاقد مع المنتخب. وتواصل الفتره الاخيره على فكره ما كانش الواحد اللي ما خدش مساحاته، الجهاز الاجنبي كمان ما خدش مساحاته، والجهاز المعاون المصري حتى هذه اللحظه ما خدش المساحات بتاعته. يعني هم بعتوا لهم وبعتوا للجهاز الاجنبي، الجهاز الفني الوطني كابتن ضياء السيد، كابتن عصام الحضري، كابتن محمد شوقي، حتى هذه اللحظه والجهاز الاداري ما خدش المساحات القديمه لسه. ده كلام حتى هذه اللحظه. ده كلام. لا حتى هذه اللحظه. مخرجنا العظيم استاذ عطيه قال لي جمله حلوه دلوقتي، كلمتين حلوين دلوقتي، قال لي نهايات اخلاق. حلوه الكلمه دي. رايك يا استاذ بلال؟ والله انا شايف اللي هو في النهايه يعني خلاص ما كانش ينفع ان احنا نرجع نفكر في كروش تاني. دي كانت مرحله وانتهت. مش من قله المدربين الموجودين في العالم، مش هننكر ان اتحاد الكوره فيه بعض الاخطاء، لكن في البدايه يعني اي منظومه في الدنيا بتبتدي بشكل جديد بيبقى فيها اخطاء، لكن الجلد على طول والمستمر في الناس مش هنقدر ان احنا نحاسبهم. هل احنا بنحاسب بقطعه ولا بنحاسب
كتوتال الناس دي بقى لها 4 شهور بالظبط، فلازم نستنى على الناس. قد يكون في بعض الاخطاء اللي هي موجوده مثلا في سواء بقى في نهائي افريقيا، سواء في اختيار في ملف اداره المدير الفني للمنتخب الوطني، لكن في النهايه كان الرجوع الثاني ليه كروش كان غريب جدا بالنسبه لي. انت مشيته في ايه عشان ترجع تفاوضه ثاني وترجعه؟ في اسماء كتيره جدا، يعني انت مثلا فكرت في باولو سوزا، واحد من ابرز الاسماء اللي موجوده من وجهه نظرنا، وهيكون اضافه بشكل كبير. باولو سوزا جاي امتى مصر؟ المفروض الوقت 48 ساعه، دي اخر معلوماتي. بص بالنسبه لباولو سوزا يمكن حصل اتفاق او حصل الكابتن حازم امام كان يعني شايف ان هو الافضل خلاف الطريقه. الخلاف حتى هذه اللحظه وهم تواصلوا معاه، خلاف حتى هذه اللحظه على المقابل المادي. المقابل المادي هو طالب حوالي 160 ألف دولار هو والجهاز المعاون، ومحتاج هيبقى معاه 3 أو 4 بس الأقرب حتى هذه اللحظة 3 يكونوا معاه. اتحاد الكرة عارض من 125 ل 130 ألف دولار في الشهر هو والجهاز المعاون. دي نقطة الخلاف اللي ما بينهم. إيه اللي حصل النهاردة بقى مستجد جديدة في هذا الموضوع؟ إن هم تفاوضوا باتر زبوم اللي كان موجود في الصورة قبل كده. النهاردة حصل فيديو كونفرنس مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويعني هقوله لك كمان كابتن محمد بركات تواصل معاه النهارده. باتريس موبن المدير الفني السابق لكوتديفوار حصل معاه تواصل، والراجل طلب 120 ألف دولار لوحده، ومحتاج معاه وطالب معاه ان يكون موجود معاه 4 من الجهاز الفني المعاون، منهم مدرب حراس مرمى. ده يدينا لفين؟ لو في حاله باتريس بومل جه او تواصل او تم الاتفاق ان هو يقود المنتخب الوطني خلال الفتره الجايه، عصام الحضري مش هيكون موجود. هو يعني من جنب من الجهاز اللي هو طالبه يكون في مدرب لحراس المرمى. لا عايز يقول حاجه، انا المعلومه اللي عندي الاتفاق تم شبه رسمي مع باولو سوزا، 130 ألف دولار بقاء محمد شوقي عصام الحضري، هيستعين بمدرب احمال ومدرب مساعد ومعد بدني، وتم ارسال تذاكر الطيران لباولو سوزا. دي المعلومه اللي عندي اللي هو خلاص. لا حتى هذه اللحظه لسه يعني، وعنده حتى كان في ناس كتبت انه قالوا بكره ان هو هيحضر. لا مش بكره. اسمح لي بقى بلال اشارك رامي في المعلومه دي. باولو سوزا حتى الان ما فيش تذاكر طيران. باولو سوزا حاليا في البرتغال، وكمان في البرتغال في البرتغال طيران، وقتها ما فيش طيران متاح خلال 48 ساعه لمصر، عشان كان الصحف البرتغالي قالت ان بكره هيبقى. بكره انا كلمت حد اتواصلت قال لي لا مش موجود، ما جاش. وفعلا في بعض العراقيل في التفاوض معاه، يعني هو الراجل هو رغبتهم الاولى بالنسبه هم، يعني هو الاول هو الاول بالنسبه هو الرغبه هو الاول متفق على 130 ألف دولار بشكل رسمي، ده اللي انا اعرفه مع بعض المساعدين. لسه في خلاف، لسه في خلاف مادي تمام، ولسه هو الخيار الاول طبعا، بس ما حصلش اتفاق، والراجل مش هيجي في مصر زي لا بكره ولا هيبقى في اعلان رسمي ولا هيبقى في اعلان رسمي. ولسه في اجتماع مجلس اداره يوم الاربعاء. صح، برافو عليك. ممكن يتأجل لو ما تفوش، لو ما تفوش، بس على ما اعتقد ان قد تصير الامور بشكل شبه رسمي مع باولو سوزا. انا شايف ان ده هيبقى اضافه كبيره جدا بالنسبه لنا، افضل من بومل بشكل كبير جدا، عنده خبره كتيره جدا، عنده يعني راجل ضرب فيونتينا، ضرب ليستر سيتي، سوان سيتي، ضرب في الصين جوان الصيني، ضرب بمنتخبات منتخب هولندا، اضافه كبيره جدا، تعامل مع لعيبه مصريه قبل كده زي احمد حمودي ومحمد النني، فمش هيبقى غريب بالنسبه لنا، هيبقى بالنسبه له النني مثلا زي ما يكون مفتاح سحري، هيقدر يعرفه على طبيعه اللعب المصري بشكل كبير، مش هياخد وقت عكس كروش اللي كان ما يعرفش اي حاجه عن الكره المصريه. فبالتالي انا شايف ان سوزا هو الخيار الاقرب. انا شايف انت دلوقتي قلت لي معلومه ان بومل دخل في الصوره، دخل في الصوره تاني. دي معلومه النهارده اكيد، ولسه عارفها من ساعه. عظيم يعني، عملت تليفون حد قال لي من الاتحاد الكوره ان باتريس بومل هو ليه تواصلوا مع بعض. هو مش معناه ان انت تتواصل مع 4 مدربين ان انت وتحسبا لفشل فضل، انما هو بالنسبه لهم الخيار الاول حازم امام متمسك جدا ب باولو سوزا، يعني شايفين هو الافضل. حازم امام مقتنع بيه جدا، حتى اقنع بعض اعضاء المجلس اللي كانوا متحفظين عليه. هو اسم بيتحدث عن نفسه، هو كلاعب كان نجم كبير، وكان مدرب سي في محترم، ان هو يعني كثير الرحيل من الانديه، ودي مشكله، دي العقبه الوحيده، وبيرحل بشروط جزائيه. فدي المشكله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده واحنا بنمضي مع العقد، يا اما نرفع الشرط الجزائي قوي، يا اما ما يبقاش فيه شرط جزائي اصلا. وفي المفاوضات ان قيمه الشرط الجزائي في تعاقده مع منتخب مصر هيبقى شهرين، ده برضو اللي محطوط في المفروض. قليل جدا. قليل مع الراجل ده. قليل مع الراجل ده عشان هو اصلا هو كمان ماشي من منتخب بولندا الفلامينجو. انما هو بالنسبه لهم هم الخيار الاول لو الراجل وافق وقرب المسافات. شو هو كان طالب بقول لحضرتك من 150 او 160 الف دولار في الشهر. هي دي العقبه الوحيده. هو لو وافق على 130 او 125 اعتقد ان هو الاقرب، ولكن تحسبا لعدم التواصل. بس انا حاجه هي ما ينفعش، يعني بص انا هقول لكم رايي، هي مش تحسبا، انا كنت بقول الكلام ده بقالي كذا يوم،
انت طبيعي انت كاتحاد تحط 10 اسماء وتتكلم معاهم كمان, مش باسمين ولا ثلاثه. انت ده منتخب, كل الاتحادات في العالم بتعمل كده. يقول لك وفي في اسم ايطالي كمان, وفي واحد اسمه فلاديمير برتغالي برضو, ده درب منتخب سويسرا, ده موجود في الصوره برضو, ده تفاوضوا معاه بشكل غير مباشر. ولكن الجديد النهارده حته بردس بومل ده, تحسبا ان برضو عندهم اكتر من خيار لو الراجل ده ما وافقش او حصل اي عراقيل او ما وافقش. انت عارف برضو اتحاد الكره حاطط سقف المرتبات, من الصعب. الدكتور اشرف صبحي يمكن في الجلسه الاخيره مع مجلس اداره اتحاد الكوره قبل الاجتماع الرسمي بالاطاحه بالكابتن ايهاب جلال, اكد دعمه لفي راتب المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني, ولكن هيبقى في سقف برضو, اتحاد الكره مش هيقدر يدفع اكتر من الفلوس اللي موجوده عنده. طيب الجهاز المعاون حكايه طبعاً. في اسمين تحديدا هو الكلام عليهم, محمد شوقي وعصام الحضري. هل محمد شوقي مكمل مع الجهاز الجديد لمنتخب مصر مهما كان اسم المدير الفني؟ هل عصام الحضري مكمل معاه مهما كان اسم المدير الفني؟ ولا زي ما انت قلت انه في مدرب ممكن يطلب مدرب حراس مرمى اجنبي منهم؟ بوميل ممكن يطلب مدرب حراس مرمى اجنبي, لكن في حال قدوم سوزا بنسبه 99% شوقي وعصام الحضري مكملين مع جهاز باولو سوزا. حتى التفاوض كان ما بين مسؤول اتحاد الكوره وسوزا على ده, وهو موافق على شكل على الامور ديت. هو هيجي معاه لو سوزا بشكل رسمي, هيجي معاه محلل اداء, معد بدني, ومدرب مساعد. الثلاثه دول وهيبقى معاهم الحضري ومحمد شوقي. ومحمد شوقي في اسمين النهارده سمعتهم, اسمين مصريين سمعت ان هم اتطرحوا وكانوا موجودين في الصوره. احنا بنتكلم في رياض شيتوس وبنتكلم في طارق سليمان. سمعت الاسمين دول ترددوا في اتحاد طارق سليمان؟ في حد اعضاء مجلس اداره رشح الكابتن طارق سليمان يتواجد, ولكن ده مش بشكل نهائي. كابتن حازم امام يمكن من حوالي اكتر من حوالي اسبوعين كده تواصل مع عصام الحضري وتواصل مع كابتن محمد شوقي, واكد لهم ان هو سيتواجد مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب. شايفين ان هو عصام الحضري طبعا خبراته الكبيره مع منتخب مصر, شايفين محمد شوقي برضو عنده خبرات كبيره وكان متواجد مع المدير الفني الاجنبي وكان متواجد مع كارلوس كيريش وعنده خبرات كبيره قريب من اللعيب. في كلام باتيس بوم لو جه هو طلب معاه من ضمن الجهاز المعاون معاه, لا لو جه يعني مدرب حراس مرمى, فبالتالي موقف عصام الحضري هيبقى صعب جدا. ولكن طارق سليمان مرشح في احد اعضاء, ولكن مش بشكل نهائي. محمد شوقي في كلام عليه, هل ممكن يقعد؟ ده كله يعني هيبقى في جلسه لمجلس اداره اتحاد الكوره, هياخدوا القرار النهائي بشان الجهاز المعاون للمصري اللي هيكون متواجد. دي كلها لسه هتتضح لما يختاروا الجهاز الفني الجديد او المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. انت ايه رايك في بقاء محمد شوقي؟ انا بشوف دايما محمد شوقي يعني لازم يتزكى انه يفضل موجود في الجهاز الفني لمنتخب مصر عشان يبقى عندنا مشروع مدرب. بالظبط, ما لحقش. هاخد من كلمتك. شوقي بقى كادر مهم جدا في الكره المصريه, اشتغل مع اجهزه مع كروش, بعد كده مع كابتن ايهاب جلال, وكان قبليها مع المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب. فخلاص هو لعيب دولي عنده خبره كبيره جدا, لعيب في النادي الاهلي حقق كثير من البطولات في الدوري الانجليزي, ولعب في الدوري الانجليزي, فمزيج من الخبرات, فلازم نحافظ عليه ولازم نشتغل عليه بشكل كبير ونقومه. هو لازم كمان شوقي يبقى فاهم الحته ديت, ولازم يبقى دارس, ولازم يتطلع لكل ما هو جديد ويطلع على كل ما هو جديد, عشان خاطر نقدر اللي احنا نبني جيل جديد من المدربين. الكوره ما عادتش في فكره اللي هي يلا احنا بنلعب وبتاع, لا, الكوره بقت دراسه, بقت علم, بقت رخص. لازم تبقى انت طول الوقت لازم انت دارس وفاهم ومطلع على كل ما هو جديد في عالم كره القدم. كره القدم مش مجرد لعبه, لا, بقت صناعه. دايما بقول الكلمه ديت, كره القدم صناعه, وصناعه مهمه جدا لاقتصاد اي دوله في العالم. بتبتدي من منين؟ من المنظومه ككل, من اول المشجع لحد اصغر مسؤول موجود في اداره كره القدم. البقاء على شوقي امر مهم جدا, البقاء على كادر وبناء الكوادر حاجه مهمه وحاجه عظيمه هتحسب للكره المصريه. انا دلوقتي لما هيجي شوقي مثلا اشتغل مع مدير فني واثنين وثلاثه, مش وارد ان شوقي يبقى محمد حسن شحاته جديد. طبعا هيبقى عنده الخبرات الكتيره اللي تاهله, اللي هو خلاص انسجم مع اللعيبه وبقى عنده الخبرات واكتسب خبرات سواء من اللعب او سواء مع الاحتكاك بالمدارس الاوروبيه المختلفه. فبالتالي يبتدي بقى اللي هو ياخد مثلا منتخب شباب مدير فني, يبتدي اللي هو ياخد منتخب اولمبي مدير فني. خلاص عملت كادر, صناعه الكادر احنا بنعاني منها في مصر بشكل كبير جدا, ولازم ده نراعيه في اللي هو. طيب ريكاردو سواريز مدير فني جديد للنادي الاهلي, عندك اخبار او كواليس فيما يخص تعيينه؟ عشان طبعا
انت سمعت كثير من الاحاديث بالنسبه لجماهير النادي الاهلي انه راجل من السي في كبير للاهلي اختاره للاهلي اختار هذا المدرب تحديدا، رايك ايه؟ يعني شايف ان انا مع الجماهير برضو طبعا. النادي الاهلي انا توقعت ان هيتعاقد مع مدير فني اجنبي كبير جدا صاحب سيره ذاتيه كبيره جدا، ولكن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي انا شايف ان هو يعني مش بيعمل تطلعات الجماهير النادي الاهلي، اللي هي شايفه ان دايما المدير الفني بالنسبه لها هو الاهم زي اللعيبه والتعاقد مع اللعيبه، لابد ان النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني كبير جدا. خلاص يعتقد النادي الاهلي خلاص هو المدير الفني بيفسخ تعاقده مع النادي اللي موجود فيه، ومحققش برده السيره الذاتيه بتاعته مش كبيره، يعني برده ما نقدرش نقول ان هو زي فايلر لما جه زي موسيماني زي نختلف او نتفق مع المدربين دولت، ولكن السيره الذاتيه بتاعته مش كبيره جدا. ولكن انا شايف يعني قرار ممكن يكون قرار صعب جدا اتحمله مجلس اداره النادي الاهلي في حاله لا قدر الله في اخفاق للنادي الاهلي او جماهيره او لعيبته، ده هتاثر بشكل كبير جدا على مسيره النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. ودايما انا بقول الاهلي والزمالك والمنتخب لابد ان يتعاقدوا مع مدير فني كفء عشان الجماهير. النادي الاهلي ونادي الزمالك عندهم جماهير كتيره جدا، وانت عارف اي مباراه يعني انت ممكن تلعب خمس ست مباريات كويس وتيجي مباراه واحده الجماهير بتصوه يعني بتبقى مشكله عندها بالنسبه لها الاداء. فانا شايف ان هو مدير فني مش كبير جدا، ولكن اتمنى طبعا ان هو يقدر يعني يحقق او يوصل الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي خلال فتره. رايك ايه؟ انا ضد الحكم على اي مدير فني قبل ما يستلم المسؤوليه. احنا لازم الراجل يجي ويشتغل وبعد كده نقيم. انا بالنسبه لي اي مدرب في الكون بطيخه. انا قلتها كده من الاخر بقى من بلدي يعني. مارتن يقول انه برافو عليك سي في كبير جدا صح، جه النادي الاهلي لم يوفق مع النادي الاهلي فايلر بالظبط. لا استنى بس، وقبليه كمان اوليفيرا. اوليفيرا كاسم في البرتغال كان اكبر من مانويل جوزيه. فبالتالي ما ينفعش ان احنا نحكم على اي حد الا لما ياخد الفرصه وبعد كده نقيم. فايلر مصر كلها هجمت فايلر قبل ما يجي. الراجل جه عمل اداء مع كامل احترامي موسيماني هو اللي استغله. فايلر طور من اداء لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي. فايلر طور من اداء رمضان صبحي، افضل نسخه رمضان صبحي كانت تحت الاداره الفنيه لفايلر. فبالتالي عمرو السوليه حسام عاشور. حسام عاشور لعب على فكره مع فايلر الحته الهجوميه ما شفناهاش الا مع فايلر. فبالتالي اي حكم لازم يبقى بعد ما الراجل اشتغل. ريكاردو سواريز عمل انجاز كبير جدا، ممكن يكون هو في الفرق المتوسطه في الدوري البرتغالي، لكن اللي انت في فريق زي جيلف زينتي اللي انت يقوده اللي هو يبقى مركز خامس في الدوري البرتغالي ويقود المشاركه في دوري المؤتمر الاوروبي، فده انجاز يحسب ليه في ظل الامكانيات الضعيفه لفريق زي جيلف زينتي البرتغالي. طبعا. كمان في حاجه مهمه جدا، كريم الكواليس يمكن احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي قد يكون خالد مرتجي تواصل، يعني كان في حديث ما بينه وما بين مانويل جوزيه النهارده الصبح واكد لي المعلومه دي، قال انا ما رشحتش لكن احد اعضاء مجلس الاداره استطلع رايي في عمليه التعاقد مع المدير الفني، وانا رشحت بشده فكره ان سواريز يجي للنادي الاهلي، خاصه اللي هو مدير فني بيقدر اللي هو يصنع لعيبه وبيقدر اللي هو يطور من اداء اللعيبه، وعن شخصيه كبيره جدا وعن شخصيه قويه جدا، وبيقدر يتحكم في اوضه اللبس. اوضه لبس النادي الاهلي اوضه كبيره واوضه صعبه، مش اي مدير فني يقدر يجي يتحكم فيها. ما بيحبش ويكره، بالنسبه له المقياس والمعدل اللي هو يبقى انت بتجتهد في لعبك وفي تدريبك، فبالتالي انت تاخد فرصه المشاركه. هو حذر من حاجه واحده بس، حذر اللي هو قد لا يتحمل الضغوط الجماهيريه من جماهير النادي الاهلي، خاصه اللي هو كلاعب ما لعبش في انديه كبيره، فبالتالي ما تعرضش للمواقف دي، وكمدرب لم يتولى الاداره الفنيه لاحد الفرق الكبيره. لكن هو جوزيه اكد على خلال حديثه معايا اللي هو مدير فني قوي جدا ومحترم، وهيكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي له في حاله اللي هو في مشروع النادي الاهلي بيسعى اللي هو يبنيه خلال المرحله المقبله. صحيح. نحكم امتى؟ نحكم لما الراجل يجي ويشتغل ويستلم، بعد كده نقدر ان احنا بس نحكم. انا مع برضو اللي انت يبقى سي في قوي، ده بتفرق معاك حتى لو ما وفقتش بعد كده الجماهير خلاص يعني بتبقى راضيه حتى عن قرار مجلس اداره النادي الاهلي. ولكن لما السي في ما يبقى يعني مش قوي ده مع اول وارد جدا ان يخسر اول مباراه وثاني مباراه او ما يقدمش الاداء المنتظر، فبالتالي هيبقى فيه هجوم كبير جدا زي اللي حصل مع كابتن ايهاب جلال. اقول لك حاجه بس في موضوع السي في القوي، انه اللي بيجوا اجانب اقوياء دول بيبقوا مقتنعين انه اللي هيجوا يلاقوا لعيبه زي اللي موجوده في اوروبا، كواليتي لاعب في اوروبا، نظام زي اللي موجود في اوروبا، لكن اللي بيجي مش قوي هو بيعرف يجي يشتغل في اي ظروف، يجي يقول لك ايه لا ما انا عايز انجح، ما انا لازم انجح، انا عندي 47 سنه، الراجل اللي جاي ده عنده 47 سنه وعايز ينجح، مش يجي يقول لك بقى جعان لسه جعان. مشكله الاهلي والزمالك الجماهير ما بتنتظرش يا استاذ كريم، يعني في اي اخفاق او اي حاجه هيحملوا الاداره مسؤوليه الاختيار. لا اكيد دي مشكله بس لا اقول لك حاجه، اكيد اداره النادي الاهلي واخده مخاطره زي ما خدت في موسيماني مخاطره ونجحت، يعني زي ما خدت في فايلر مخاطره ونجحت في النهايه يعني.
بلال انت اتفضل تقول. انا عندي بس حاجه مهمه بالنسبه للجماهير. ادارات الانديه الكبرى لا تدار من المدرجات. برافو عليك. دي قاعده، دي قاعده ما لهاش استثناء. الجمهور مهامه الاولانيه اللي هو تشجع الفريق في وقت بقى الفريق عنده اخفاق، في وقت الفريق عنده انجازات. الادارات اللي انا ادعم القرارات لا تؤخذ من المدرجات ولا لا تؤخذ من السوشيال ميديا. قبل كده مشكله كبيره. لا لا لا، السوشيال ميديا بقى ياثر بشكل كبير جدا. ما دي مشكله ادارات. ما دي مشكله ادارات. ما انا اجيب بقى جمهور يدير النادي. طب ليه انا بتعب نفسي واعمل انتخابات وجماعه عموميه واصرف في مجالس دي وجهه نظرنا في حاجات كتير جدا في كل حاجه. فطبعا بيستمعوا لنا. ربنا شرفت ونورت. ربنا دايما بيستمتع. انا سعيد ان اكون موجود معاك ومع صديقي واخويا بلال. بلال شرفت ونورت. خطوة حبيبة كريم وموفق دايما يا صديقي العزيز. وشكرا لك. شكرا جزيلا. دي نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على ألف خير.